بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 115. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله، بارك فيكم. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كثيرا من مشابهة المسلمين لأعياد الكفار وما يحدث فيها، قال رحمه الله: وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية، أو قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله من وجوه كثيرة أن التشبه بالكفار في أعيادهم ومشاركتهم فيها أن ذلك يجر على المسلمين شرا في دينهم، في اعتقادهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم، وأن الشارع الحكيم لأجل ذلك حرم التشبه بهم، فالله جل وعلا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. والله جل وعلا أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، وفيها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شرع لنا أن نسأله أن يهدينا طريق أهل الحق، وأن يجنبنا طريق أهل الباطل من المغضوب عليهم وهم اليهود ومن شابههم، والضالين وهم النصارى ومن شابههم. ومن تجنب طريق هاتين الفئتين ترك التشبه بهم، لأن ذلك يفضي إلى محاذير كثيرة، والقليل منه يجر إلى الكثير، فلا يتساهل في المشابهة القليلة لأنها تجر إلى المشابهة الكثيرة، والمعصية تجر إلى ما هو أكبر منها كالكفر بالله والشرك بالله. فإن المسلم إذا تشبه بهم في أعيادهم ولو كان في أول الأمر تشبها يسيرا، فإنه يجره إلى أن يفعل مثل كفرياتهم من تعظيمهم الصليب الذي يعبدونه من دون الله، حيث يزعمون أنه على صورة المسيح عليه السلام، وهو مقتول ومصلوب على الخشبة، فيعبدون الصليب، وهذا شرك بالله عز وجل وكفر به، وغير ذلك من أنواع قبائحهم التي يمارسونها
في أعيادهم كالتعميد وهو غسل الأولاد على يد القس في الكنيسة وغير ذلك من أعمالهم، حتى إن قد يقول بعض المسلمين ضعيفي الإيمان أو الجهال إن المعبود واحد، فهم يعبدون الله ونحن نعبد الله وإن اختلفت الطرق، وهذا لا شك أنه إقرار لدين الكفر، وأن دينهم يشبه دين المسلمين، فيشبه دين الكفر بدين الإيمان ودين الشرك بدين التوحيد، ويقول المعبود واحد، يزعم أنهم يعبدون الله وهم يعبدون الشيطان الذي يعبد الصليب، أو يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، والذي يقول عزير ابن الله. هل هؤلاء يعبدون الله؟ لا. الذي يعبد العجل، الذي يعبد العجل من اليهود، هل هؤلاء يعبدون الله؟ فهذا الجاهل يخلط بين الحق والباطل ويسوي بين الكفر والإيمان ويقول كلهم أهل دين، وهذه كلمة نسمعها الآن ممن ينادون بتسوية الأديان الثلاثة والمؤاخاة بينها، فيجب التنبه لهذا الأمر الخطير الذي يفسد العقيدة والإيمان بالله من أصله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله. القائل إن المعبود واحد يتضمن كلامه هذين المعنيين القبيحين، إما كون الشريعة النصرانية، إما أنه يصحح الشريعة النصرانية، لا نقول المسيحية كما يقول الجهال أو المغرضون، بل نقول النصرانية، الشريعة النصرانية، يقول إنها دين حق وأنها توصل إلى الله، مع أنها عبادة للمسيح وشرك بالله عز وجل، وهي محرفة وليست هي دين الله، وإنما هي محرفة ومبدلة، والصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل منسوخ بدين الإسلام، فهي لا عمل عليها الآن، إما لأنها كفر وشرك، وإما لأنها منسوخة. نعم. وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله، أو أقل من ذلك وهو قبيح. نعم. أنه يستحسن ما فيها من المخالفات التي دون الشرك والرذائل والسخافات التي في دين النصارى، فهو يصححها ويعتبرها دينا وعبادة لله ويقول المعبود واحد. نعم. أو التدين بذلك. نعم. أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك، فأصل ذلك المشابهة والمشاركة. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا سيأتي سياق الشيخ رحمه الله لهذه الآية، فالله جل وعلا حذرنا من تشبه باليهود والنصارى وأبطل دينهم، وأمرنا أن نعتقد بطلانه، لأنه كما سبق إما محرف ومبدل ومغير، وإما أنه منسوخ بدين الإسلام، والعمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ. نعم. قالوا: بهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم. هذا يبين لك أيها المسلم كمال هذه الشريعة، وأنها ليست بحاجة إلى
أن يجلب إليها شيء من الأديان الأخرى، خصوصا من دين اليهود والنصارى، فهي ملة كاملة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والكامل لا يقبل الزيادة، فليست شريعتنا ولله الحمد ناقصة تحتاج إلى تكميل، بل هي الكمال، بل هي الكمال المطلق. نعم. الذي لا يحتاج معه إلى غيره، فلسنا بحاجة إلى أن نستحسن من دين النصارى ومن دين اليهود المحرف أو المنسوخ ما نضيفه إلى ديننا الحق، فها ديننا كامل ولله الحمد، وفيه من الشرائع والكمالات ما يغني المسلمين عن أن يستوردوا من عادات اليهود والنصارى وشعاراتهم ما يضيفونه إلى دين الإسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويتبين بعض حكمة ما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم. يعني يتبين له أمران: الأمر الأول يتبين له كمال هذه الشريعة. نعم. كما ذكرنا. نعم. وأنها ليست بحاجة إلى تكميل. والأمر الثاني ما شرعه الله لنا من المباينة، من مباينة الكفار من اليهود والنصارى. والمباينة معناها المخالفة، لأن المتباينين معناهما المختلفين من كل وجه، فنحن نباينهم ولا نجتمع معهم في شيء من دينهم، لا نجتمع معهم في شيء من دينهم، وما كان من حق فهو في ديننا، ولسنا بحاجة إلى أن نأخذه من دينهم، فإن ديننا كامل ولله الحمد. نعم. قال: لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس. نعم، المخالفة ومنع التشبه بهم شرع لحكمة، وهي أننا نتجنب ما وقعوا فيه، أما إذا تشبهنا بهم فإن هذا يجر إلينا شيئا من دينهم أو كثيرا من دينهم، فعند ذلك يختلط الحق بالباطل ويشتبه الهدى بالضلال. نعم. قال: واعلم أن لو لم نرى موافقتهم قد أفضت إلى بعض هذه القبائح، قد أفضت إلى هذه القبائح، لكان علمنا بما الطباع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة. لو لم يأتي في ديننا النهي الصريح عن التشبه بهم لكان في طبعنا وفي عقولنا وتمييزنا ما يقتضي مخالفتهم والابتعاد عنهم، فكيف وقد جاء في ديننا ما يأمر بذلك ويؤكده؟ لأننا رأينا، يقول الشيخ، لأننا رأينا أن الذين يتشبهون بهم قد اكتسبوا كثيرا من عباداتهم وضلالاتهم وبدعهم، فصاروا يفعلونها مثلهم. نعم. قال: فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية؟ نعم، يقول: رأينا من المنكرات التي فعلها من تشبه بهم. نعم. ما يوجب الخروج من الإسلام بالكلية. نعوذ بالله. وهذا واقع، وكما سبق أن المشابهة وإن كانت يسيرة في بادئ الأمر فإنها تتطور وتترقى إلى أن تصل إلى الكفر بالله عز وجل، فهم من أظهر عباداتهم وأميزها عندهم التثليث وعبادة الصليب، فهل في المسلمين من يسوغ هذا الأمر؟ إن كان ينتسب إلى الإسلام وهو يرى تصحيح ما هم عليه فإنه قد خرج من الإسلام، لأنه سوغ الكفر بالله والشرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سر هذا الوجه أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا، أو تفضي إليهما في الجملة. هذا هو المحذور من أو هذا هي الحكمة من تحريم المشابهة، أنها تفضي إلى محذور، إلى محذور بلا شك، قليل أو كثير، والقليل يفضي إلى الكثير وإلى الكبير،
فحسم المادة وتحريم مشابهتهم هذا هو الذي يحوط المسلم ويمنع عنه تسربات الأديان الباطلة. نعم. تفضي إلى كفر أو معصية غالبا أو تفضي إليهما في الجملة. المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية أو إليهما، أي إلى الكفر والمعصية في الجملة، فلا يتساهل في المشابهة لا في قليل ولا في كثير مما هو من دينهم ومن عاداتهم الخاصة بهم. نعم. وليس في هذا المفضي مصلحة. نعم، ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة. لا يقول أحد إننا نأخذ من ما هم عليه ما فيه مصلحة، ونقول هم ليسوا على شيء فيه مصلحة، لأنهم أمروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمروا بالإيمان بعيسى فكفروا، فاليهود كفروا بعيسى وبمحمد، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأي شيء أو أي مصلحة في دينهم مع هذا الكفر الظاهر المعلن؟ نعم. وما أفضى إلى ذلك كان محرما، فالمشابهة محرمة. نعم، هذه قاعدة منطقية، ما أفضى إلى محرم فهو محرم، والمشابهة تفضي إلى محرم فهي محرمة بلا شك. نعم. والمقدمة الثانية لا ريب فيها، ما أفضى إلى محرم فهو محرم. نعم. فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرم. هذا دليل هذه المقدمة الثانية، أن الشريعة دلت على أن ما أفضى إلى الكفر فهو محرم، والتشبه بهم يفضي إلى الكفر فهو محرم. نعم. وما أفضى إليه على وجه خفي حرم. ما أفضى إليه على وجه ظاهر فهذا لا شك في تحريمه، وكذلك ما أفضى إليه على وجه خفي فإنه حرام، بل هذا أشد، لأن الخفي يلتبس على الناس بخلاف الظاهر، فإن العقلاء وأصحاب الإيمان يتجنبونه، لكن المشكل في المشتبه. نعم. وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرم. وما أفضى إلى الكفر أو الشرك أو المعصية في الجملة، في الجملة يعني لا في كل صورة، ففي فرق بين قوله في الجملة أو بالجملة. بالجملة يعني في جميع الصور، وأما في الجملة فهو في معظم الصور لا في كلها. نعم. كما قال رحمه الله، كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع في غير هذا الكتاب. تكلم الشيخ على قاعدة سد الذرائع في غير هذا الكتاب، وذكر أنه ذكر هذا في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل. وقد ألف ابن القيم رحمه الله في قاعدة سد الذرائع أو جعل لها بابا في كتابه إغاثة اللهفان، وفي كتابه إعلام الموقعين من 99 وجها من الكتاب والسنة، كلها تدل على سد الذرائع، على وجوب سد الذرائع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، المقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى. ما أفضى إلى محرم فهو محرم، هذه شهد لها الواقع أنها تفضي، أن مشابهتهم تفضي إلى المحرم، لأن الإنسان إذا تساهل في البداية فإنه ينسى عند النهاية فيستحكم عليه الأمر. نعم. قال، مع أن الإفضاء أمر طبيعي قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها. والإفضاء إلى المحرم هذا أمر طبيعي كل يعرفه، أن ما أفضى إلى المحرم فهو حرام، وإفضاء التشبه إلى المحرم هذا أمر طبيعي يعرفه الناس، فإنك إذا تشبهت بأحد فإنك تأخذ من أخلاقه ومن آدابه، لأنك ما تشبهت به إلا وأنت تراه مثلا كاملا. نعم. قال رحمه الله، كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحو من 30 أصلا منصوصة أو مجمعا عليها في كتاب بطلان التحليل. إبطال إقامة الدليل على إبطال التحليل، والمراد بالتحليل تحليل المطلقة 3، فإن بعض المتحيلة
يعملون حيلة لتحليلها لزوجها الأول، فيجعلون عقدا مصطنعا ويعقدون لها على شخص لا يتزوجها زواج رغبة، وإنما يتزوجها حيلة لتحليلها للأول. الشيخ رحمه الله أنكر هذا وأبطله وحكم، وهذا يكاد يكون مجمعا عليه أن التحليل لا يبيحها للأول. نعم. الآن الشيخ اللي أشرتم إلى سد الذرائع وأنها أصل من أصول الشريعة، بعض الكتاب والمفكرين لا يرون ذلك أبدا، ولا وعندهم أنه إذا قيل إن هذا سد ذرائع دعونا من سد ذرائع، لأنهم يريدون الباطل ولا يريدون أن يحول بينهم وبينه شيء. أما لو كان في قلوبهم خوف من الله وإيمان بالله ومحافظة على هذا الدين لعلموا أن سد الذرائع أمر مطلوب للشارع، وهي قاعدة مجمع عليها وتدل عليها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. خذ مثلا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلا شك أن مسبة دين الكفار أنها أمر واجب، وأن مسبة الأصنام أمر واجب، ولكن إذا كان هذا يفضي إلى أنهم يسبون الله فإننا نتجنب هذا لا احتراما للأصنام، وإنما احتراما لله عز وجل، أن نكون سببا في سب الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن هؤلاء يريدون فتح الذرائع. يريدون فتح الذرائع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الوجه الرابع أي من وجوه الاعتبار في حرمة المشابهة أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم. أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كاندفاعهم بالصلاة والزكاة والحج، ولهذا جاءت بها كل شريعة، كما قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. نعم. الله جل وعلا لا شك أن الأعياد لها أبهة، نعم، وتحبها النفوس لما تجد فيها من التوسعة والرفاهية وما فيها من الراحة من الأعمال، فالنفوس تتطلع إلى الأعياد والعطل لأنها تسأم من العمل، فهي تريد وتسأم من التعب، فهي تريد راحة، وهذه الراحة تكون في المواسم والأعياد السنوية أو الأسبوعية التي هي عند كل أمة. والله جل وعلا جعل لكل أمة منسكا، أي عيدا في عباداتهم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل أمة، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأعياد التي جعلها الله في الشرائع هي لأمرين: أولا لإعطاء النفوس شيئا من الراحة والرفاهية وتناول ما شيئا من المباحات، والأمر الثاني وهو أجل وأعظم تعظيم الله جل وعلا وذكره في هذه المناسبات وهذه الأعياد. فأنت ترى هذا في عيد الفطر وعيد الأضحى، تجد الأمرين في هذين العيدين، ففيهما راحة وفيهما طعام وشراب وذكر لله عز وجل، وفيهما صلاة وصدقة وتكبير، فيجمع المسلم بين المصلحتين: مصلحة الراحة وتناول المباحات، ومصلحة العبادة. وكل أمة جعل الله لها عيدا يظهرون فيه نسكهم ويأكلون فيه مما أحل الله لهم. هذا موجود عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين، إلا أن ما كان عليه اليهود والنصارى دخله كثير من التحريف والتغيير، ثم نسخ ذلك واستقر هذا في شريعة الإسلام. فليس هناك عيدان أو موسمان للأمة إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك يوم الجمعة عيد الأسبوع. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومن جملة كمال هذا الدين ما جعل الله فيه من هذين العيدين، فالله جل وعلا من كمال هذا الدين جعل فيه هذين العيدين العظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء الركن الأول من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. فهذا من كمال هذا الدين، أن الله لم يغفل، أن الله جل وعلا لم يغفل فيه، جعل يوما للعبادة وذكر الله عز وجل وللراحة وتناول ما أحل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وحرم الله صوم يوم العيدين من أجل أي شيء؟ من أجل أن المسلم يتناول من ما تشتهيه نفسه مما أحل الله في هذين اليومين فرحا بنعمة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. بقي الحديث صلة ندعوها في لقائنا القادم إن شاء الله لنهاية وقت هذا اللقاء. شكر الله لشيخنا صاحب فضيلة الشيخ صالح الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم إخوتنا المستمعين، ونفعنا الله وإياكم ما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت عبد الله السلولي، حتى الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.